يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر المريض عند شخص وعرض له في الكلام أنه مريض أو ممسوس لأجل أن يرقيه ولم يصرح له بهذا الطلب، فهل هذا يدخل في طلب الرقية من الغير؟ ما يدخل، لكن ترك هذا، لأن إذا كان القصد من الإخبار طلب الرقية هذا طلب ضمني، سؤال ضمني، يترك هذا ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ويرقي نفسه، يرقي نفسه وهو يدعو لنفسه ويقرأ من القرآن نعم، ولا يحتاج للناس. نعم.